اتفاق ان شاء الله نهار اثنين فما السيد العادي يرجع للدراسه. تو باش يبدا الحكايه كلها على الامتحانات، شنو هي تعملوا كوزاره؟ الاولياء تحب تعرفوا. ساعه اولا نحب بالمناسبه السعيده هذه نحب نشكر اولا السيد رئيس الحكومه والسيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على المواقف الحازمه والحاسمه اللي توخاوها في المسار التفاوضي واللي مكنونا باش نتخطى الصعاب اللي تعرضنا لها وانتم عشتوهم معنا. احنا كي وعدنا الشعب التونسي وقلنا نهار الاثنين نرجعوا ترجع الامور الى نصابها وترجع للقرايه، هذا اليوم يظهر لي مره اخرى يبين بكل وضوح انه عندما تتضافر الجهود وتكون فما الجديه والمصداقيه النجم نوصلوا للنتائج. اليوم انا قلت الحمد لله نعاودها، نعتز الاعتزاز الكبير بانتمائي الى دوله مره اخرى تثبت قوه ومتانه الاسس اللي مبنيه عليها. وقت الدوله تثبت في مواقفها، وقت الدوله تدافع على كل ما يهم المصلحه العليا للوطن، نعرفوا اللي تولي فما هنالك جديه كامله للمفاوضات، والنتيجه ما تنجم تكون كان في صالح الشعب التونسي وفي صالح الجميع. اليوم اكبر تحدي باش تعيش وزاره التربيه، ولكن مش وحدها، خاطر دور الشريك الاجتماعي زاد دور هام جدا. اكبر تحدي هو الرجوع الى التدريس والرجوع الى الفروض والامتحانات. احنا ما بقيناش كان مكتوفي الايدي منذ انطلقت الازمه، وسيناريوهات وضعت وخبراء خدمت وعددنا انفسنا. اليوم تو تشوفوا كيفاش بكل جديه نرجعوا نهار الاثنين، وبكل جديه ايضا باش نحاولوا باش السنه الدراسيه هذه تكمل في ظروف جيده. الظروف الجيده هذه يعني اولا وبالذات الدفاع على مصلحه التلميذ الفضلى. يلزم التلميذ يستشار ويلزم نفسروا له اللي بالنسبه لسنه استثنائيه يلزم مجهودات استثنائيه. وذاك علاش انا املي كبير في اللجنه التقنيه البيداغوجيه اللي انشاناها، اللي من نهار الاثنين باش تبدا تخدم، باش نشوفوا عمليا كيفاش نجموا ندخلوا نرجعوا للسنه هذه، ولكن نرجعوا بكل جديه ونرجعوا باش التلميذ ما يضرش. وذاك علاش انا هنا رسالتي لكل زملائي المربين والمربيات، رسالتنا راهو اليوم عندنا مجهودات خاصة واستثنائية لازم نقوموا بها لك التلميذ هذاك. وإحنا في الوزارة إطارات وخبراء ووزارة لن ندخر جهدا مرة أخرى باش ننجحوا السنة هذه، وباش التلميذ يلقى نفسه في حالة بيداغوجية ونفسانية خاصة جيدة تمكنه باش يجابه هالوضعية الصعبة اللي عشناها هذه. كل تروي ان شاء الله هذه اخر مره، خاطر راهو المنظومه التربويه لن تحتمل هزات اخرى. ان شاء الله هذه اخر مره، ورسالتي للجميع انه يلزمنا اليد في اليد ننظروا للمستقبل وخاصه نراعيوا مصالح ابنائنا.